بيكم مشاهدينا مرة تانية. عندنا سورة الإنسان فيها آية كريمة، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة. صدق الله العظيم. دكتور عماد عوض، رئيس مجلس إدارة جامعة البر والطاقة المصرية، ده مين بقى اللي ربنا سبحانه وتعالى اداهم كل ده؟ دول الأبرار اللي احنا دايما بنتكلم عليهم ان هم بيطعموا الطعام على حب. على حب مين؟ هم بيحبوا طعام الطعام. مش ما هماش قصدين نفاق ولا رياء. هو بيحبوه ويقول لك انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ولا شكورا. انا نخاف من ربنا. ما انت لازم تخاف يوما عبوسا قمطريرا. بص، لما الام، وما ادراك ما الام، تصرخ وتقول بني اني احتاج الى حسنه، فيقول اليك عني يا امه اني اخاف مما تخافين منه. الاب يقول نفس الكلام، والابن يقول له اني اخاف مما تخاف، والاخ الزوجه، تخيلين. لا، والاب ما يديش لابنه يعني، او الام ما تديش لابنها برضو. ده هي عايزه، خايفه، مرعوب، يوم عبوس قمطريره. ربنا بيغضب فيه غضب لم يغضبه من قبل ولن يغضبه من بعد. ويجي سيدنا النبي يقول لك ايه؟ صدقه السر تطفئ غضب الرب. شفتي، ادي بدايه الامان من اليوم العبوس القمطرير. وفبالك بقى لما تطعم الطعام، الجزاء واضح. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. وجزاهم بما صبروا. هم صبروا ليه؟ صبروا على الإنفاق. خلي بالك، عايز أقول لك على حاجة، مش سهل أبدا أن أنا أكلمك دلوقتي وأقول لك في حالة عايزة، أو إحنا عايزين نعمل 850 ألف كرتونة، وأنت تطلع من جيبك أو تطلع من دفتر شيكاتك فلوس. مش سهل، خلي بالك. وده جهاد، جهاد ده قمة بالمال. الجهاد. وبعدين ان انت تعمل مره عادي، انما الابرار بيعملوه على طول. ويطعمون. ده فعل مضارع، ده كل يوم بيطعم. فده محتاج صبر. فهنا وجزاهم بما صبر. فانت ما تفرحش انك عملت كرتونه من رمضان اللي فات وجه الوقت تعمل كرتونه رمضان ده. لا، لازم تعمل كل يوم. لان الجزاء كبير قوي، هتتعرض للصبر. الأعراب في زمن سيدنا النبي كانوا بيدفعوا الزكاة. ولما توفي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، رفضوا يدفعوا الزكاة لمين؟ لسيدنا أبو بكر. قالوا له نحج ونجاهد ونعتمر ونصلي ونشهد أن لا إله إلا قل إلا الزكاة. عرفتوا ليه صعبة؟ حصلت حروب اسمها حرب الردة. قتل من العرب كتير جدا، رفضوا يدفعوا، ضحوا بروحهم عشان ما يدفعوش. فصعب ان انت اقول لك الوقت وتقتنع، الا اهل الايمان. اهل الايمان لما يسمعوا ان في حد محتاج ما بترددوش، وخصوصا لما يبقى حد ثقه طالب منهم زي البر والتقوى. ده حاله مدروسه مفحوصه، وبيقول لك تعال شوفها انت بنفسك، او جهز وتعالى وزع بنفسك. فكونك توصل للمرحله دي وتوصل لدرجه الايمان وتنفق، فانت محتاج صبر. لان ابليس مش هيسيبك. ابليس هيقول لك ايه؟ ده عيالك، سيب لي عيالك. محدش ضامن الظروف، الاسعار بتعلى وبتعمل، خلي عيالك يبقوا يدعوا لك. اوعى تصدقوا. خلاص، قول لهم تركت لهم الله ورسوله. اللي هيقول لك بص ايش عرفك ان الجمعيه دي صدقه حكم، بياخدوا الفلوس دي لنفسهم، هيقول لك كده. اوعى تصدقوا. معايا؟ هيفضل يعمل لك كل حاجه بحيث يوقف الخير ده. ليه؟ انت رايح فين؟ ده انت ربنا هيقيق النار وهيقيك شر ذلك اليوم، ومش هتتحشر مع ابليس يوم القيامه. مش هيلاقيك مؤنس له، فيفضل يحاربك ويحط لك العقبات ويوسوس لك، ويخلي الناس اللي هو اعوانه من البشر، اما هو ليه اعوان من البشر، يوسوسوا لك، والدنيا تبقى صعبه قوي. خلي بالك، عشان كده ربنا قال ايه بقى؟ فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضره وسرورا. ربنا هيقابلك لقاء جميل تاني خالص، بكيفية لا يعلمها إلا الله، وصف بنظرة وسرور. وجزاهم بما صبروا. عرفت ان انت محتاج صبر. معايا؟ في حالة بنروح نجيب منها التبرع، ابنها بيجي او جوزها يقول لها انت بتعملي ايه؟ لا 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 لا، انا عايز، هاتي كده الفلوس دي، وماخدها، وماخد الايصال مقطعه، يقول لك اطلع بره. اقسم بالله ده بيحصل. شفت، رجالة ابليس مش هتسيبك، مش هتسيبك.
فلذلك انت محتاج صبر وان انت تثابر على اللي انت هتعمله. ليه؟ الجزاء كبير قوي. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة. وقال لك كمان ايه؟ ما هي الجنة فيها حرير وحريرة. الجنة فيها حرير. ويقول لك جنة وحرير ازاي؟ هو في حرير بقى غير الحرير اللي هيبقى في الجنة. ايه النعيم ده كله؟ اللي هم عملوا ايه؟ كانوا بيطعموا الطعام. بس يا سلام. عرفتم؟ الست الباغية أطعمت كلب صحيح بكسرة خبز غفر الله لها. الراجل سقى كلب ربنا شكر وغفر له. امرأة عذبت لأنها حبست هرة ماتت فربنا عذبها أدخلها النار. ربنا كانت بتصلي وبتصوم كل حاجة. فيا جماعة أنت النهاردة عارف إن في ناس محبوسة الفقر حبسها فمسلط عليها الجوع والعطش. هتفتح لهم ولا هتسيبهم محبوسين ويموتوا تتحاسب عليهم؟ كان الاول انت ما تعرفش قبل ظهور البر والطاقه في البرنامج. النهارده انت قاعد في مدينه قاعد في كمباوند مفيش حولك فقراء فانت مش حاسس بالناس. النهارده انت بتشوفنا وبتتفرج علينا والاستاذ دعاء جت وشافت يعني ما شافتش كله شافت جزء بس كده. تخيلوا ان انت الوقت بقت شاهد لك ولا شاهد عليك. انت شفت فاصبح واجب منك ان لازم تتحرك. لا انا وصلت لدرجه ان انا ما كنتش متخيله انه في ناس يعني انا مثلا ناس بلاد كامله ما تعرفناش خالص. فما عندهمش تلفزيون اصلا، ما عندهمش كهرباء، ما عندهمش حاجه. يعني هي تصحى من النوم تقعد على باب البيت كده. طب بتعملي ايه؟ هعمل ايه؟ ما عندهمش ميه، ما عندهمش حاجه. فانا ما بقتش فاهم. تستنى كده اللي يعدي يديهم اي حاجه، غير كده مفيش خالص. فالناس دول استحاله كنت اتخيل ان هم موجودين. يعني انا اخري مثلا البلد اللي هي فيها اللي هي القريه اللي فيها مثلا اهلنا او كده ناس عاديين وبيتعلموا وبيوت عاديه وتلاقي عندهم مثلا جاموسه في البيت او عندهم حاجه. ده كان اخري في انه الناس دي يعني ايه ممكن تبقى محتاج. اخري ما تخيلش انه في كده، انه في ولذلك انا مثلا السنين اللي فاتت لما كنت بنزل اشوف الناس دي واقابلهم وكده كنت برجع تعبانه جدا، تعبانه مش قادره اكل، مش قادره يعني تعب رهيب. ان انا شفتهم بقى، شفت العيشه دي، يعني رحت ساعه ومشيت، فما بالك انه العيشه كلها كده، العيشه كلها كده. فما يعني لما احنا نساعد كلنا اننا نخرج الناس دي من العيشه دي، بس نرقي ونعيشهم. وبرده المبادره بتاعت حياه كريمه انه بس نعيش حياه كريمه، يعني ابسط حاجه. اللي في ناس بقى عندها نقمه دايما على الدنيا وهي عايشه حياه كريمه قوي وزياده ونقمه. طب روحوا شوفوا بقى اللي مش لاقيين خالص، اللي هم مش حتى كحد الكفاف ده مفيش. انا بقول لحضرتك انت، احنا دلوقتي الحمد لله ربنا كرمنا برئيس عظيم جدا عامل حياه كريم، مبادره حياه كريم. حضرتك قبل ده، قبل المبادرات دي، احنا كنا بقى مدعوكين نقابل قرى ما تعرفش اسم النبي. ده تصدق ان مفيش لا تلفزيون ولا مسجد ولا حاجه خالص. معايا؟ مفيش عندهم ابتكار اسمه دوره ميه. مفيش حمام. مش موجود لغايه دلوقتي. حتى كنا احيانا بنصور الاماكن دي فالناس زعلت مننا الجمهور. قالوا احنا بنقعد بالاسبوع ما ناكلش. حرام عليكم ما عدتوش تجيبوا لنا المناظر دي. بدأنا نجيب مناظر كويسه. النهارده بقى في منافسه، الدوله شغاله بقوه واحنا شغالين بقوه في اماكن بتبقى لازم تفلت منهم. احنا بقى بندور عليهم لان الحمد لله مصر بالكامل احنا عاملين متواجدين فيها. وبنعرف هنا هيدخل حياه كريمه، نسيب المنطقه دي ونخش المكان التاني. بقى في تنسيق دلوقتي. فارجوكوا يا جماعه احمدوا ربنا على النعمه اللي انتوا فيها قبل ما تزول. او قبل ما تبقى وتقابلوا ربنا يحاسبكم عليها ولا تسالون يومئذ عن النعيم. وانا بصور في مكان كده من اسبوعين فستات اتلموا عليا وكده قالوا لي احنا جات لنا البر والطاقه السنه اللي فاتت وما عملت لناش حاجه. فقلت فندهت الراجل سليمان اسمه ايه سليمان فقال لها مش احنا سقفنا لك البيت؟ قالت له قلت لها مين اللي سقفه لك؟ قالت لي هم سقفوا لي بس. فقلت لها طب ما عملوا اهو، ايه ما عملوناش حاجه دي؟ انا اتخضيت وانا بقى ايه هتخانق.
تعالى امسك في اللي. فقال لها مش احنا سقفنا لك البيت، مش احنا مش عارفه ايه. قالت له اه، قالت لي اه هم سقفوا البيت بس انا لسه عايزه وانا تعبانه وابني وبتاع. فهي الفكره انه اه انتوا مثلا رحتوا عملتوا البيوت ومشيتوا، وهو بيجي يعني يقول ايه، ما هم الناس دي محتاجه تاني وتالت ورابع. مشكله حضرتك الفقير لما بيطولك بيصدق الا حد صدق في حاجه طمعان في الباقي، عايز يكمل للاخر. ما يعرفش ان احنا بنحاول ندي مثلا في كل مكان حاجه 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 وبعدين نرجع نجيب من الاول. مش نافعه. يعني هي قالت ايه، احنا سقفنا البيت بس لسه تعبانه ولسه بشتغل في الارض ولسه مش مكفيني مش عارفه ايه. طب هي كانت بتشتغل في الارض مثلا وبتاخد مبلغ بس مش مكفيه، فهو طبعا هيفضل الفقر ده سنه الحياه، هيفضل مكمل لغايه ما القيامه ما تقوم. وهنا هيبان دور مش قادرين نكمل. لا بس هو لازم الفقير لازم الغني يدي الفقير خلاص، دي سنه ربنا وده اختبار. يعني خلق الفقير وخلق الغني، والغني ابتلاه بالفلوس اللي معاه، ده ابتلاء لانه هنسال على الفلوس دي في فيما يعني اكتسبناها منين وانفقناها في ايه. فطول الوقت الناس هتفضل في احتياج دائم، حتى لو ساعدناهم حتى لو عملنا حاجه، فالحاجه دي هتسد حاجه معينه بس هيفضل في حاجه تانية. وحضرتك انا بقول كرتونه رمضان، هو انا هديله كرتونه كل اسبوع؟ لا طبعا. صحيح، ده انا طمعان ادي لكل اسره كرتون في الشهر. معايا؟ تخيلي. مش هتكفي، انا معاكي بس هنعمل احنا بنساعد مش بنخلص احتياجه. ما نقدرش، مش هيخلص، لان ده سنه الحياه. فيها ربنا ابتلى الفقير بالفقر وابتلى الغني بالغنى، يعني ده عمل خير. انه حتى لو البيوت اتظبطت هو محتاج برضه جوه الناس دي ناس مرضى وناس بتعيه وعايزه علاج وعايزه تاكل وعايزه تشرب وعايزه تشتغل. فربنا يعين الجميع. وعشان كده بنقول السبيل الوحيد ان لازم نشتغل، كله يشتغل كله يشتغل، محدش يقعد ويستنى انه حاجه تجيله. هنروح نشوف تقرير عن انجاز من انجازات جمعيه البر والطاقه ونرجع نكمل حلقتنا. عليه عرش ولا كان مبني ولا كان متمحر ولا كان متبيض ولا كان مسترمك ولا كان فيه قعده فرنجي ولا كان فيه مطبخ. اللي عطاهني ربنا، نحمد ربنا والحمد لله. لا ما كنتش متوقع كده، الحمد لله اللي انت عملته لي كده ونظفته البيت ونظفتونا وكل الحمد لله وشرفتونا ونورتونا. والله جمعيه البر محرت في البيت وبيضته لي وسرمكته لي، جابت لي قعده فرنجي، عملت لي حمام وصرمت لي الحمام وصرمت لي المطبخ وجاب لي حضن المطبخ وعقد لي باللوح. والحمد لله يعني رضا والحمد لله اللي عملتها لي كده. السقف كان الاول جريد وبوص ودواتي لوح وركوا لي بسمنت وحطوا لي مشمع حلو من الغالي برضه. والحمد لله رضا، والله كان نفسي في ده وزاد عنه كمان. مبسوطه والحمد لله، كتر الف خيركم بنت لي بيتي وعمرتولي وعطيتني جاهز مجهز. الحمد لله واشكركم، بشكر جمعيه البر على اللي عملوه في البيت واللي انا قاعده فيه، واشكرهم على الناس اللي عملوه لي. والحمد لله انا ما كنتش في عشم كده ولا كنت في كده، وربنا يعني اللي يصبر ينون. والحمد لله ربنا صبري ده خير. الحمد لله اللي جابوه لي رضيابه، حتى كفايه عليا سؤالكم وكفايه عليا البيت اللي انت عملته لي. انا عايزه نفسي حق في ثلاجه في غساله في فرش حلو كده على ذوقكم. ايوه عاوزاه ده، يبقى انا كملت الناس كلها، كملت الجمال كله وانا كده. بس اللي عاوزاه يبقى بيتي كله كمل، وكتر الف خيركم واشكركم على الجميل اللي انت عملته لي. الف جنيه تبرع. يعني ده تقرير للست اللي يعني اكيد البيت كان حالته يعني يرثى لها. مفيش. وضع سيء جدا. السقف بوص، البيت من طين الحمد لله، وصل اللي انتوا شفتوه، انتوا اللي عملتوا مش احنا يعني. يعني احنا من غيركم ما نعرفش نعمل حاجه. معانا بقى مين ده كان بيت؟ انا الفتره دي عايزين سنه 2023 نكمل نعمل 1000 بيت.
احنا خلصنا 5800 بيت الحمد لله، عايزين نوصل ل1000 بيت. كتير او مش كتير؟ الظروف والاسعار غلت بس ربنا كريم وربنا عز وجل بالكثره بتاعتنا وكثره جمهورنا الحبيب نقدر ان احنا نساعدكم ونساعدهم. اساعدك ان انا اوصلك ليهم واساعدهم ان انا اوصلك بيهم وفي نفس الوقت نبني لهم بيوتهم او على الاقل نسقف البيوت. فانا عايز اقول لاحبابنا الخير اهو دي البيوت اللي حضرتك بتتكلم عليها اللي هي ده منظر بيت رغم ان البيت ده صعب ان احنا لما جينا نشتغل عليه وفي مشكله ان المنطقه دي فيها اثار فقال لك ما ينفعش تهد ولا تعمل حاجه. نماذج من دي كتير بقى معانا، بنعمل ايه؟ بنفرش له البيت فرش كويس، نساعده المساعده المعقوله، ممكن نديله مبلغ عشان احنا ما نصطدمش مع الجهات الرسميه، هو ممكن يتعاطفوا معاه شويه، انما احنا لما بندخل عشان بندخل رسمي بيبقى في مشكله، فبنديله فلوس هو حر مع نفسه. دي نقطه، النقطه الثانيه في الفتره دي احنا داخلين على شهر رمضان الكريم. الكرتونه هنقول مثلا فاكسين سكر. ايوه. انا مش هقول لك على الباقي. الكيس السكر فيه كام حبايه؟ معايا؟ احسبوها صح يا جماعه. الحبايه دي بتيجي يوم القيامه قد جبل احد من الحسنات. شفت انت هتستفاد قد ايه؟ ده سكر بس، فبالك بقى بالارز، فبالك بالمكرونه، فبالك بالفول، فبالك بقطرات الزيت، فبالك بالسمنه، فبالك ما بالك. طب انا افطر صايم، مع احترامي ليكوا يا جماعه يعني اسمعوني في الحته دي كويس جدا. الصايم اجره ايه؟ اجره ربنا عز وجل اختص بيه نفسه في الاجر، بمعنى قال والصوم لي وانا اجزي به. ايوه. كل حاجه معروفه الحسنه ب10 الى 700 ضعف الا الصوم، محدش عارف هو 10 ولا 700 ولا مليون. قال لك لا سيب لي انا بقى، انا هكافئ انا الناس الصايمه بطريقتي وربنا اسمه الكريم. تمام. فقال لك من فطر صائما كان له من الاجر مثل صومي لا ينقص من اجره شيء. يعني انا لو وديت لواحد صايم 16 ساعه او ايا كان عدد الساعات ومتحمل الحر ومتحمل الجوع والعطش وبعت له كرتونه او وجبه ساخنه لحمه او فراخ ومعاه ارز او خضار او تمر او غيره او غيره وفطر، انا اخدت كان انا صمت انا ال 16 ساعه دول. معايا؟ ايوه. طب انا فطرت 30 واحد في يوم يبقى انا كده اخدت كمان شهر فوق الشهر اللي انا هصومه. طب فطرت 100 واحد، طب ابوك وامك اللي توفاهم ربنا وهم ربوك وصرفوا عليك ما لهمش من نصيب انك تفطر لهم حد لمده شهر؟ طب بالله عليك انت مش محتاج؟ انا محتاج. يوم القيامه هنتحاسب، هنتحاسب عن كل شيء. ممكن صيامنا ما يكونش اتقبل، ممكن نظرة حرام، كلمة حرام، مكسب حرام، أي حاجة بتحصل، وكل ابن آدم خطاء. فإحنا مش عارفك إن ربنا تاب عليك. أيوة. لكن ممكن يجي الصوم ده يتحط في ميزانك يكفر عنك سيئاتك. صحيح. ويدخلك الجنة. باب الريان ده باب من 8 أبواب، 8 بس. فهم باب اسمه باب الريان، ما بتدخلش منه إلا الناس اللي صايمة واللي فطروا الصايمين. فأرجوكوا يا جماعة اتكلمنا عن الأبرار عشان ربنا يقينا من عذاب النار يوم القيامة ومن عذاب يوم القيامة مجرد الوقفة فيه صعبة، فما بالك بقى الأبرار بيطعموا الطعام. فبالك لو هتطعم صايم مش هتطعم طعام عادي في الأيام العادية. ده يطعمون الطعام دي في الأيام العادية في الـ11 شهر العادي، إنما إفطار الصايم لازم نتنفس فيه بقوة. لو عد عليك الشهر ده وما فطرتش 100 واحد هتقول انا اجيب منين؟ يا عم انا بقول لك هات شويه تمر. صحيح. اللي تقدر عليه بيعجبني قوي الناس اللي واقفه في الشوارع بتفطر، فبالك بكرتونه رمضان. ارجوكوا اتصلوا على 19038 ومدوا يد العون لاخوانكم، عسى الله ان يحرم عليكم برده وحر النار ويحفظنا تحت عرشه يوم القيامه. امين يا رب العالمين، وارزقنا دايما الاخلاص في القول والعمل. شكرا جزيلا دكتور عماد عوض، رئيس مجلس اداره جمعيه البر والطاقه المصريه. اشوفكم على خير في حلقه بكره باذن الله. سلام عليكم.